هاي نفايات الزجاجية تعد من بين المشاكل البيئية الصعبة والهينة بالوقت ذاته، لأنها بتاخد حوالي 4000 سنة لتتفكك، ومن جهة تانية هي قابلة لإعادة التدوير من دون أي خسارة بالنقاوة أو الجودة تماماً مثل الألومنيوم. الإزاز المعاد تدويره بيوفر 95% من المواد الخام. من الخطوات التوفيرية والبيئية يلي تمت خلال 30 سنة الماضية هي تقليل وزن الأنانة الزجاجية بنسبة 40%. مع كل طن من الإزاز المعاد تدويره بيتم توفير طن من الموارد الطبيعية، ومع كل 6 أطنان من الأواني الزجاجية المستعملة بإعادة التدوير بيتم توفير انبعاث طن من CO2 بالجو. مين قال إنه إعادة تدوير 1000 طن من الإزاز بيساهم بخلق 8 فرص عمل؟ أنا قال. أشوفكم بكره.